البلدية في قلب التحولات، تحولات وإن مست عسرنة المرفق العام وتعميم الرقمنة، إلا أن الرهان الحقيقي اقتصادي حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الذي أشرف على الاحتفال باليوم الوطني للبلدية. التحدي نتاعنا هو كيف في هذه السنوات القادمة تولي بلدياتنا متوازنة ماليا، ما تتكلش فقط على الخزينة العمومية، ما تتكلش على واش تمد لها الخزينة العمومية. هذا هو التوجه الحقيقي، وهذه المعركة الحقيقية. المعركة الحقيقية اليوم هي معركة اقتصادية، ليست معركة مرتبطة بالورقية وبكذا. كل ما هو سهل نقوم به. التوجه الجديد يضع البلديات أمام حتمية التحرر من عقد التسيير البيروقراطي وتحرير المبادرة الاقتصادية، خيار يواجه حسب رؤساء البلديات عديد الصعوبات. القانون الحالي ما راهوش يعني ساعدنا وما راهوش يعني أطر قانونيا، ما يوضحش بوضوح باين لعملية الاستثمار اللي يقوم بها البلدية. احنا رانا نستناو هذا القانون اللي هم يقولوا فيه ان شاء الله راح يلقى الحلول لهذه المشاكل. بعض البلديات تشتكي من المورد المالي، كذلك عندنا عجز في التغطية البشرية، عدد العمال الموجودين حاليا مقارنة مع زيادة عدد السكان أصبح هناك عبء كبير على الإداريين. دي فوا نحصلوا في مثلا تثمين أملاك الدولة، كاين صلاحيات بزاف اللي ماهمش في يدنا، هذه هي الحقيقة. بلدية خلاقة للثروة رهان من شأنه دفع عجلة التنمية لتجسيد مشاريع تحقق التنوع الاقتصادي المنشود.